هل كنت بتخيل بيوم من الأيام إنه فيروس زي كورونا ممكن السبب إنه يخلي عملنا مرن أكثر بالمستقبل؟ فيديو اليوم راح أشرح أنا شو مستقبل الأعمال بصورة عامة وكيف العمل عن بعد حيغير منهجية عملنا كلياتها. مرحبا، زي ما انتم شايفين نحن هلا متعرضين لحجر صحي، عم يجبرنا نحن نقعد بالبيت، بنفس الوقت لسه في شركات ماشي ومشي موظفين على هذا الاساس وهو انه يشتغلوا عن بعد. طبعا الشركات ما كانت تطبق هاي مرونه بالعمل انه نحن نشتغل وين ما بدنا براحتنا، صح انه في شركات كانت تعطي كثير موظفين الشيء هذا، لكن هلا في شركات اجبرت انها تشغل موظفينها عن بعد. هلا في كثير تحديات كان الشركات تتجنب فيها تطبق هاي الاليه، لكن هلا هي مجبره تسوي هيك شيء. فيديو انا بدي اشرح شو التغييرات نحن حنشهدها بالمستقبل من وراء تاثير فيروس كورونا والعمل عن بعد، وكيف هذا حيغير منهجيه عملنا تصير مرنه اكثر سواء كنا موظفين او اصحاب عمل. نقطه رقم واحد، هون الشركات رح تكتشف امكانيات العمل عن بعد بعد ما تختبرها. الشركات طبعا كانت تشوف انه عمل عن بعد مش اشي عملي كتير، لكن هلا حتعرف شو هي امكانيات العمل عن بعد وشو الفوائد المترتبه عليها. هلا من وراء الآلية في تحديات حتظهر، من وراء التحديات دائما حيكون في حلول، من هون رح نوصل نقطة رقم 2، تطور حلول الأعمال المقدمة من قبل شركات تكنولوجيا وشركات برمجيات. طالما في تحديات فأكيد في دائما حلول زي ما حكينا، وشركات برمجيات حتطلع بحلول أفضل للشركات اللي بلشت تطبق العمل عن بعد ببرامج بتسهل عليها إنها تخلي موظفينها يشتغلوا بكفاءة عالية. من ضمن التكنولوجيات ممكن نشوفها تكنولوجيا متعلقة بالأوغمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي اللي حتسهل عملنا وحتسهل الشركات تواصلها بين بعض، وطبعا برامج تواصل فيها موظفين مع بعضهم بشكل أفضل وبكفاءة أعلى. وبالتالي حيوصل عندنا نقطة رقم 3، ظهور منهجية عمل جديدة. طبعا بما انه صار في عنا حلول لتحديات عملنا نحن وصار عملنا كانوا كثير عن بعد اكثر، هيك حنشوف نحن منهجيه عمل جديده عم تنشئ عنا. النظام التقليدي للعمل اللي هو انا كمدير شركه وعندي موظفين لازم اشوفهم قدامي حتنصهر تماما، حتختفي حتى. والموظف المدير حيصير معتمد او واثق اكثر من الموظف انه يقوم بالمهمات المطلوبه منه، لانه كل الادوات المحتاجه كان للشغل عن بعد صارت متاحه. وهيك بصير عندنا منهجيه عمل جديده معتمده على المرونة الأكبر وإنتاجية الأعلى، نحقق مستوى عمل أفضل وأرقى. هون عندي سؤال لكم، شو برأيكم التحديات ممكن تواجهكم سواء كنتم موظفين أو سواء كنتم أصحاب العمل تجاه العمل عن بعد؟ وبدي من ناس تانيين وخاصة بمجال التكنولوجيا يطلعوا لي بشو الحلول لهي التحديات ممكن تطرأ لأي شخص بيطبق العمل عن بعد بحياته بعمله. نقطة رقم 4، نمو الأعمال أونلاين. بما أن نحن حنشوف تطور تكنولوجي جديد وتغيير منهجية عمل جديدة، حنشوف نحن في وظائف جديدة عم تظهر وعم نستبدلها بوظائف تانية، حنشوف حتى كمان آلات كتير رح تغير، آلات وأدوات تكنولوجيا حتغير كتير وظائف وحتى تلغيها. وبالتالي حنشوف نحن زي ما يسمى بالشركات الافتراضية. تخيل انك عندك مدير شركة او صاحب شركة قاعد ببيتك بتشتغل، موظفينك بالشركة كل واحد دول شكل قاعد ببيته وبيأدي لك وظائف المطلوب منهم، هيك حيصير نموذج طبيعي بالحياة بكرة قدام. خلينا نعطيك مثال تاني، درس لغة انجليزية امريكي عايش بتايلند وبقدم المنهج الامريكي للمدارس عن بعد، والمدارس الموجودة بشتى انحاء العالم حتى موجودة بجزء الدول العربية. وهذا ايش ممكن يصير في حال كان في عندنا مدارس إلكترونية أو افتراضية برضو بتقدم دروس أونلاين لطلابها. نقطة رقم 5 والأخيرة، التأثير على سلوك البيع والشراء. بما أنه نحن معظم الشركات حتصير توظف وشغل موظفينها خارج الشركة وخارج وجود فيزيائي أو مكتب، حنشوف نحن أنه نمط البيع والشراء حيتغير أكثر، حيصير اتجاه الشراء والبيع كله أونلاين. نحن أصلا شايفين هسا أنه من عام 2008 لاحظنا تغييرات اقتصادية وشو شركات كتيرة هدفها أنها تسهل عليك عملية البيع والشراء أونلاين، وهذا الشيء حيكبر يتوسع أكثر وأكثر، لأنه نحن عملنا وبيئتنا حتتحول واللايف ستايل تبعنا حيتحول لأنه يصير أكثر يعني بعيد عن مكان واحد. بالتالي حنبطل نحن نعتمد كثير على أنه نروح على مكان معين أو محلات تجارية لحتى نشتري فيها بضاعتنا اللي بنيها اللي بعد من الإيهاش أونلاين، زي مثلا الأثاث. إذا شفنا سابقا أنكيا طبقت آلية الأوغمنتد رياليتي الواقع المضاف
على نموذج عندها طورته هي، بحيث انه انا بامكاني عن طريق تليفوني اشوف وين الثلاجه حيكون موقعها، بعطيه الشكل 3D لها، بشوف موقع الثلاجه هاي وبقدر اطلبها في حالي اونلاين وتوصلني عندي على البيت. اذا حيبطل مرحله معينه وجود للمحلات التجاريه العاديه، وحتقلص كثير وحصير يعتمد اكثر على التوصيل والعمل كله وبيع شراء اونلاين. هاي كانت ابرز التغييرات اللي احنا حنشوفها بالمستقبل نظرا لتطبيق آلية العمل عن بعد وتغيير منهجية عملنا اكثر تكون مرنة اكثر واكثر. بالفيديو الجاي رح اشرح انا عن فوائد العمل عن بعد وكيف هذا حيلعب دور كتير كبير انك تبدا عملك الشخصي المستقل بالمستقبل. خليني اسمع ارائكم واقتراحاتكم بموضوع اليوم، لايك وشير لاصحابكم خليهم يشوفوه، وما تنسوا طبعا اشتراك قناتي واعمل اعجاب على صفحتي ذا منتل هيد وذا قناتي ذا منتل هيد على يوتيوب. بتمنى لكم امسية سعيدة وخليكم ببيوتكم، ما تطلعوا، stay home stay safe، ونشوفكم بعدين فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.